احنا بنعتبر اعظم رائد اعمال في القرن الواحد وعشرين هو ايلون ماسك. قال ثلاث جمل، قال think big يعني خلي عندك حلم كبير، start small يعني ابدأ صغير، move fast يعني اتحرك بسرعة. فانا لازم يكون عندي حلم كبير ولازم ابتدي صغير لان دي امكانياتي، بس لو انا صغير وما اتحركتش بسرعة باللغة الدارجة هتهرس. فانا عايز اتحرك بسرعة، كلمة move fast عشان اكبر، لانه اول ما بنزل السوق وانا صغير المنافسين هيشوفوني صغير هيحاولوا ينقضوا عليا، لا انا عايز انزل صغير بس اتحرك بسرعة. القصة شابين صغنططين كده لطاف في امريكا في 2007، كانوا في نيويورك وبعدين نقلوا لسان فرانسيسكو. وهم في سان فرانسيسكو مشكلتهم الأساسية واخدين بيت مأجرينه أو شقة مأجرينها غالية قوي عليهم، وبعدين هم مش لاقين شغل لغاية دلوقتي، وصاحب الشقة حاول يطردهم فقالوا له اصبر علينا شوية. جات لهم فكرة، كان في مؤتمر اقتصادي بيتعمل في سان فرانسيسكو في اللحظة، فلقوا ان كل الفنادق الموجودة هناك مليانة وفي ناس بتدور على شقق، ففكروا في حاجة معينة. طب ما احنا الليفنج روم أو أوضة المعيشة عندنا فاضية، ما نأجرها. فجابوا مرتبة هوائية اللي هي المراتب اللي بتتنفخ دي، وثلاث مراتب، وحطوها في الليفنج روم أو في حجرة المعيشة، وعملوا ويب سايت كده لطيف اسمه Air Breakfast and Air and Bed and Breakfast، اللي هو Air جاية من فكرة إن هي مرتبة هواء، وبيد اند بريكفاست يعني انت نومه بالفطار بتاعك. جالهم ثلاث اشخاص اخذوا منهم 80 دولار، وده جت من قصه من 80 دولار دلوقتي الشركه 30 مليار دولار.